هكذا هي الحقيقة. أراده ماذا؟ أن يكون حمار. جاءوا بجلد الحمار والحمير ليكون حمارا. لا تعجب، فهذا حالهم وهذه أسحارهم. تأمل معي في هذا الصوت، ماذا نسمع؟ أي صوت هذا؟ أي صوت هذا؟ جعل الرجل يسير ويهيم كالحمير. اسمع صوته لتعلم الصوت بين الثعبان فرق، والحية فرق، والحمير فرق، والذئاب فرق. فكل جن يتجسد بشكل الحيوان الذي يوكل به أو يحبه، أو إذن يسير ويجعل الإنسان يسير في سيره. اسمعها واحدها وتعلمها. السحر كيف ماذا صنع؟ بالحمار الشريف، بالحمار. الحمار؟ أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعلنا منهمين مسددين موفقين مباركين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا، لا إله إلا أنت. معشر الجن، قد تبين بفضل الله جل وعلا أن من يسكنه هم السبب في هذه العلل في محق المال. قد تبين بفضل المولى الكريم جل وعلا أن الفقر والفاقة بسببكم أنتم معشر الجن، من الغنى إلى الفقر، ومن السعة إلى الضيق. وتبين أن في البدن خدام كثر، حية تسعى بالسم والحسد ومحق المال. جلاها الله جل وعلا واعترفت بجرمها وبجرائمها الكثيرة وبأذيتها البالغة، حيث جاءت بسحر عظيم وتمكنت بسحر عظيم وأفقرت وأذلت بسحر عظيم. ونواصل السير بإذن الله جل وعلا. وتبين أن السحر صنع كذلك بأمر عظيم بآثار حيوان. نعم، واختاروا من الحيوان حيوانا ليكون الشبه له في سعيه وكده، حتى لا يرى خيرا، حتى لا يعقل، حتى لا ينعم، حتى لا يغنم. فجاءوا بسحر على جلد حمار، جاءوا به على جلد حمار. نعم، جاءوا به على جلد حمار. وحينما قلتها الآن نرى أن البطن بدأت تهتز وترتعد. جاءوا بهذا السحر، بسحر عظيم على جلد حمار، ليبقى هذا الرجل بعدما كان في خير وفي عمال، وكان في سيارة، وكان في بيت، وكان في مال، أصبح الآن يبيع الماء في الأسواق، أصبح الآن يحمل القربة على ظهره. نعم، يشبهونه بالحمار،
يجول هنا وهناك كالحمار، هكذا هم أرادوا وهكذا هم صوروا المشهد للجني حتى يقع حاله هكذا يتيه في الطرقات والأزقة والشوارع. نعم لا مال، انظر إلى حاله الأول وانظر إلى حاله الثاني الآن. هكذا صنعوا بقوة السحر، للسحر قوة، للسحر حقيقة، للسحر جنود وخدام وأعوان من الرجال والنساء. تكالبت الحية ومعها من هم على صورتي وعلى شكلي وعلى قوتي الحمار، ويصدرون صوت الحمار. نعم نهيق الحمير، يصدرون نهيق الحمير. كتسمعوا لله؟ كتسمعوا لله؟ كتسمعوا لله؟ نهيق الحمير، يصدرون نهيق ماذا؟ نهيق الحمير. الحمير، نعم نهيق الحمير. وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نعم الحمير، أرادوا حمارا، هكذا هي الحقيقة. أرادوا ماذا؟ أن يكون حمار. جاءوا بجلد الحمار والحمير ليكون حمارا. ها نعم لا تعجب، فهذا حالهم. لا تعجب فهذا حالهم. لا تعجب فهذه أسحارهم. لا تعجب فهذا حالهم وهذه أسحارهم. نعم الحاسد والحاسدة والناقمة رأى الخير، رأى البر، رأى البركة، رأى الخلق، فتغير قلبه وتغير قلبها، فأرادت ماذا؟ أرادت أن يكون صفرا، أرادت أن يكون فقيرا، أرادت أن يكون ذليلا في الذلة والاحتقار. فقالت للساحر وللساحرة: فلان ابن فلان أريده من سيارة إلى حافي القدمين، أريده من شركة إلى أن يتسول ويمد يديه، أريده من عزة إلى أن يصبح يدين أمام أقرانه وأصحابه بل يبتعد حتى لا يراه أحد، من صاحب تجارة إلى أن يحمل القربة ويبيع الماء. قالت له: خلاص سوف تكون الأصحار في الخدمة والجن والجان والشياطين في الخدمة. أما علمت أني ساحرة عظيمة؟ طيب سوف أجعله كالحمار، أيرضيك هذا؟ قالت: يرضيني، هذا ما أريده، ليس حصانا، ليس فرسا، حمارا، أن يكون الرجل يشبه الحمار، مفهوم؟ هكذا. فجاءوا بسحب جلد الحمار. بعد الرقية تجلت الحقيقة. زوجه، زوجته ترى في المنام حمارا، حمارا يخاطبها. تعلم هذا؟ لا. ولكن فمه مغلق محكم محكم، ومع ذلك يخرج الصوت، يقول: خلاص، ويضرب تلك الأداة أو الآلة أو ما شيء يحكم به جلده من الخارج حتى لا يستطيع أن يتكلم أو يأكل، يضربها بقوة على الأرض حتى يفك فمه ويتكلم. قال: لا خلاص، أريد أن أتكلم، أريد أن أخرج، أريد أن أبتعد، لأنه يعلم أنه في البدن يتعذب، يعلم أنه في البدن ماذا يتعذب. فبعدما جل الله جل وعلا الحية السامة التي اعترفت في الحصة الماضية وبينت خطرا عظيما، كيف جاءت خطوة خطوة حتى جعلته فقيرا، بينت المكر وبينت السحر وبينت الحسد، الحية جاء الدور على من؟ على
حمار. أي بجلد الحمار فتشكل على صورة حمار فلازمه كالحمار كالحمار ليكون مع الناس وفي الطرقات كالحمار. هذه حقيقة. وكم من رجل الآن ويصير كالحمار وهو لا يعلم. هذه حقيقة. كم من رجل يصير الآن وهو كلب كالحمار بل قل كالبيران وهو لا يعلم. ماذا يصنع السحر بالرجال؟ ماذا يصنع السحر بالرجال؟ إذا قلنا بالرجال فما ظنك بالنساء؟ الرجال لهم أكثر قوة وصلابة وشدة وصبر. السحر يأتي عليهم يعذبهم يمحق مالهم يخرب ديارهم فيجعلهم في هذه الحال. طيب الله جل وعلا يقول واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إن أنكر الأصوات لصوت الحمير لصوت الحمير واغضب من صوتي إن أنكر الأصوات لصوت الحمير واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الحية تصرف حيحا يا الله وقد رأيناها وربي وقد رأيناها فيه سمعنا صوتها نعم وعلمنا حالها وسمعنا اعترافها إنها الحية والآن ماذا نسمع تأمل معي في هذا الصوت ماذا نسمع تأمل معي في هذا الصوت ماذا نسمع أي صوت؟ اسمع وعقل تأمل تعلم اسمعها. لا نقول صغيرا فليس فرسا ليس جوادا إنه حمار. نقول لهيقا نسمعه وسنسمعه. هذه اسمع هذا الصوت الذي تسمعه وأنت في بريتي في الإسطبل اسمعه من الحمار والحمير. ها تسمعه من الحمار والحمير. هكذا جعلوا في الرجل جعلوا الرجل يسير ويهيم كالحمير. اسمع صوته
لتعلم الصوت بين الثعبان فرق والحية فرق والحنين فرق والذئاب فرق. فكل جن يتجسد بشكل الحيوان الذي يوكل به أو يحبه أو يريد يسير ويجعل الإنسان يسير في سيره. اسمعها وعقلها وتعلمها. نعم. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اختصوا الآية حتى تخرج لي هذا النوع. حتى تجني بإذن الله تعالى. حتى يكون خطاب معه بإذن الله. لنسير رويدا رويدا حتى نخرج كل ما سكن البدن. من أجل يصبح في الفقر والفاقة. وحاله يشهد بهذا. نعم. الحمير يجعله حمار. وما بماذا يعود عليك الحمار بالنفع؟ لا شيء لا شيء. لكن الله تعالى ذكر البغال وذكر الخيل وذكر الحمير. ذكرهم الله تعالى في آية. قال الله جل وعلا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. هكذا يريدون. ها يصبح وفقط يركبه الناس، يعني يصبح في خدمة الناس بعدما كان سيد يصبح. مفهوم؟ فافهم، السحر صنع لغاية. هو الآن فقط يرفع تلك القربة ويرفع ويخدم الناس. لن يعد له شأن ولا قيمة ولا كلمة ولا نفع، لا مع نفسه لا مع زوجه لا مع أسرته لا مع أبنه لا مع أصدقائه أبدا. إذن ذاك الحمار الذي سكنه أدى المهمة، والحية التي سكنت أدت المهمة. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الجن تتجسد في صور شتى داخل البدن وخارجه، فما الذي يمنعها؟ تتجسد خارج البدن فهي نفسها لها قوة أن تتجسد داخل البدن، فما الذي يمنعها؟ الحمار يقول قد تعبت. الحمار يقول أنا تعبت. الحمار يقول أنا تعبت. تعبت. الحمار يقول تعبت. الحمار يقول أنا تعبت. صح. الحمار يقول أنا تعبت. الحمار يقول أنا تعبت. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم نعلم أن الله على كل شيء قدير. نعلم أن الله على حمار. جعلته كالحمار صح؟ ها؟ ها؟ جعلته كالحمار صح؟ بماذا جئت؟ كيف سخرت؟ بماذا جئت؟ حمار حمار سحروا لي في الحمار في حمار في حمار في حمار في حمار في حمار في حمار سحروا لي في الحمار حمار شلت الحمار سحروا لي في الحمار وغاو يحكوا الحمار يقول الحمار ديالهم الحمار ديالهم الحمار ديالهم الحمار ديالهم الحمار ديالهم الحمار كيف حمار لهم حمار كيف حمار لهم حرت ويجيب ما يدويش اللي قلناها كاينه واللي بغيناها كاينه وما يخسرش ما يقولش
شنو تعرفي على الحمار؟ جلدة واخا اللي قال تيقول واخا الحمار هو هذا هو الحمار هذا الأمثلة الشعبية هذا هو الحمار قالوا سحاروه كي يكون كالحمار فقط يتعب ويأتي بالمال ويقدمه دون كلمة دون أي قرار وجدوه ها؟ وجدوه باش فرق بينه وبين يعني نعم وتعدى على المرأة تعدى عليها شكون يتعدى عليها؟ سهر أنا 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 أنت أنا أنت الجني أنا اللي كنت عديت عليها وأنت ساكن بشكل حمار حمار أنت ساكن بشكل حمار ديريني حمار ديريني حمار 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 أنت حمار أنت جني تحب هيئة الحمار هما اللي كبلوك ولماذا أنت تصدر صوت الحمار؟ وراه حمار هذا فوقي الحمير بالجلود ديال الحمار هاك وكندير كندير انا كم سلام انت فيه واش غادي نقول لك راه بزاف شحال هذا وانا فيه عجدو كم سلام انت فيه بزاف شحال نقول لك بزاف تقريبا بزاف الشيخ بزاف اش غادي نقول لك بزاف تقريبا اش غادي نقول شي 20 عام هادي ها؟ وانا دايريني حمار وجدوه ملي تزوج نعم جدوه باش يفرق هذيك بينه وبين ديك المراه طيب وداروني باش نتعدى عليها شرطوا عليا نتعدى عليها ولهذا هي وتعديت عليها بزز منها نعم. وهي كتبغي راجلها هي كتبغي راجلها كتموت عليه ايوا عييت من دير لبست حوايج وجيت درت كل شيء يعني كتجسد ليها في صورته حقيقة وهو تيقول لي وياك تيقي في شي حاجة من غيري أنا خنجيك صورتي في الليل ما تيقيش هي أنا هو اللي عاونها يعني أنت كتجيب صورة زوجها في المنام إيه كتنجيها جيتها تقريبا 3 سنين هذه في المنام فقط في المنام طيب جيتها درت عليها تعديت عليها تكرفست عليها أيوة بزاف ولكن لا ضل والديها طيب والديها نعم كرفسوني كيف كرفسوك بحال اش محنوني والديها مزياني محنوني ايوا وتهدد تحاكمت معاهم ما خليت ما درت معاهم ايوا ولكن دابا عفو الله ما بعدت منها قد ما بعدت تسمع الله وقل لي السحر تصب بجلد الحيوان صح؟ ايه انا دايرني بالجلد ديال الحمار مغطيني بالحمار فمي فيه الجلد الحمار يعني الجني هو مكبل بسحر الجني مسحور ليس فقط جني دخل بالسحر وانما حتى الجن مسحور يعني السحر قوي من اجل ان يكون العمل الجن ما يفكر انه يرجع الله دائما يسعى ان يجعلوك الحمار وبالفعل وصل الى الغايه وما بجاز وجعلوك الحمار فعلا ما حقا شوف 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 شيخ مرت امها وهي مراته الاولى طريقته يطلقها ايه هذيك خادمين بكري قبل الطلاق قبل 20 عام هادي وانقلب السحر على الساحر وانا كنقول دائما اي امراه كتسحر زوجها خذها بالقاعده لن تبقى معها هو درويش سحر المحبه هو درويش ومزيان امها اللي فيها قبل النيه قلت النيه ما كتلاقاش دير لها كل شيء ولكن هي نيتها قليله ايوا نيتها قليله ايوا ما حمدتش ربي اي نعم طيب اي حدا نيت انا حرقت نيت انا لكن سؤالي احتكروا نتكلموا بشويه بالمنطق السحر صنع قبل 20 سنه وديك الساعه كان باقي مزوج بالسيده الاولى أيوه. لكن كان باقي عنده فلوس بقى عنده الشركه بقى عنده السياره صح ولا لا الاخرى اللي شعلت فيه العافيه الجديده النفعه الجديده شكون الافعى اللي دخلات هي اللي ريبات وهذه هذه الافعى اللي كانت في الحصه الماضيه هي اللي دارت لي كل شيء ولا قالت لكم كل شيء مالها كذبت نعم راه قالت لكم كل شيء ما صرفت عليكم والو في الجلسه الماضيه اعترفت في السابقه صرفت كل شيء طيب الافعى دخلت وهي صاحبه محق الماء وانت شنو مهمتك انت؟ انا نرد حمار ونفرق بينه وبين هذه المره الثانيه لاحظ معي الافعى محق المال
الحمار يجعله كالحمار، فقط يأتي بالمال ويقدمه. تا هي كانت تتفرط، تا هي كانت تدير المشاكل، تا هي كانت تريني بلفلو كل شيء، هي كانت تدير كل شيء. شكون هي؟ نفعة. نفعة الأولى. نعم. وأنت وحدك الآن في البلد؟ أنا حمار. 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 وخليته حمار. نعم. يبقى حمار. نعم. تز عليه. نعم. تركب عليه. نعم. ما يقولش لا، ما يخسرش ليها. الله يجعله ما يتعاير مع أمه عليها. هذا الطريق سيطلقها. لا. باش ما تخسرش ليها، تخسرش ليها هي الخاطر. هذه الأولى. إيه. الأولى. اللي الكهانة. الكهانة الأولى، الكهانة. واش المرة الأولى؟ الأولى، الأولى. المرة الأولى. الأولى. الزوجة الأولى. الأولى. ها نعم. الأولى اللي واعرة. نعم هي سحبته. أي. نعم خلاص. سحرته قبل الطلاق. إيه هذه عيبها. سحرته قبل الطلاق. عند بعد الطلاق. اه سحرها في الاول نهار عرسه. سحرته. نهار عرسه سحرته. اكيد بعض الناس عندهم الثقافه. كنظن انا سحرته غتحب. ودار فيها الخير ها. جرى نص العديان ودار فيها الخير وكبر بها ولكن هي. ما تسهلش. خير. ما تسهلش ذاك الخير اللي دار فيها. وكانت هي السبب في هذا الفقر كامل اللي يوصل ليه. أه وهذا الذل اللي يوصل لي، وهذا محق المال اللي يوصل لي. راه قالت لي غنشوف شكون اللي غيضحك. قالت لي غنشوف شكون اللي غيضحك في الاخر. خلاص له. ربي كبير. اي نعم. صدق. ربي كبير. صدقت. صدقت صور. يقول لك طيب. ربي عند راس الغريب. مني راه يربح يربح. اي صح. صدقت. واخا يتمحل. نعم صدق. لا محل يربح. اسلم لله. انت مسلم؟ اسلمت. اسلم لله عز وجل. اشهد ان لا اله الا الله. هيا اسلم لله تعالى. هيا اسلم لله عز وجل. شكني بعدا انا. ها؟ شكني انا. انت؟ شكني انا. الجني. الجني الذي هو على شكل حمار. على صورة هيئة حمار. على وظيفة الحمار. يقول فكري انا بمعنى انا اريد الاسلام سوف ماشي مشكل الاسلام لكن انا مقيد انا مكبل انا مربوط وكما اذعنت الحيه ان شاء الله يذعن باذن الله الكريم حتى يرى هذا الرجل ان شاء الله الخير والنور لانه صراحه الامور اللي تعاني منها ليست سهله والله ليست سهله المعاناه التي يعانيها ليست سهله فنبدا بسم الله وأشهد أن محمد رسول الله وعاهد الله ألا أظلم زوجه ألا أمحق ماله طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وعاهد الله أن أخرج منه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم محقت مالا كثيرا أنت والحية حمار والحية محق مالا كثيرا وضيع خيرا كثيرا نعم وجعلوا في الذلة والاحتقار والصغار كثيرا كثيرا صح أم لا فعاهد الله أعاهد الله ألا أمحق مالا وألا أؤذيه وألا أقرب زوجه وألا أفعل أي شيء يؤذيه الحمد لله الآن تخرج من طاعة لله وعاهد الله أن تكون مسلما تقيا نقيا إن شاء ألا تكون مع المجرمين إن شاء الله هيا الله أكبر الله. الله الآن قل السلام عليكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله. نعم الحمار الآخر. نعم أعلم أنه لك حماران. نعم ولهذا كانت الزوج دائما ترجوش. نعرف. نعم أعلم أخرج أنت والآخر إن شاء الله سنتكلم معه. هناك حماران وحية وهذا ما تراه نفس الشيء تراه الزوجة في المنام رجلان حماران وحية. نعم هيا الله أخرج أنت بقي السلام وخير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. حمار لقد أسلم من كان معه لقد أسلم من كان يجاوره لقد أسلم من كنت أنت وهو في خندق واحد مدفع واحد وغاية واحدة هي الأذية وأن يكون كالحمار سيرا وسلوكا وتعبا وآلاما وجودا وعصابا صح أم لا؟ نفس الطريقة التي صعب بها الحمار الأول نفس الطريقة ونفس الصوت ميز وفرق وتعلم تحقيق الحياة شيء الثبات شيء الصهيل شيء قل ماشي الآن هذا نفس الحركات التي بها صعد الأول الحمار وقد تبين في التشخيص قبل الجلسة أن الزوجة ترى حماران وترى حية بل ترى رجلان ومرأة والرجلان هم حماران والمرأة هي الحية في بدنه هو وقد جل الله تعالى حية في الحس الماضية وقبل الحمار والآن هذا الثاني بفضل الله تعالى وفي بدن ثلاثة نسأل الله تعالى هذا الحمار أيضا أن يدعي إليه عز وجل وأن يخطع في الله. حمار تسمع لله تسمع لله ها آذيته كثيرا صح لله تكلم تكلم هيا تكلم كما تكلم صاحبك هيا تكلم كما تكلم صاحبك تسمع لله هذا لأنه لا زال جديد كان مخبأ هذا اللي تحدث بالقوة هاي تكلم لا أؤذيك تكلم أذيته صح أذيته صح لا أذيته كيف أذيته تكلم كيف أذيته هيا كيف أذيته شنو عم تسيبي تكلم مش راقين ذاك الشيء كل شيء مش راقين فيه هنا وهذاك اللي خرج قال لك أنا ومن خرج الحمار الذي كان معه خرج قال أنا وشريكان في نفس الشيء قال ما قاله الأول أنا هو فيه سواء لا أكرر الذي كان يصنعه الحمار الذي خرج الآن نفسه يصنع هذا فالحمار الحمار الذي خرج الحمار الذي خرج قال كان أكبر مني نأخذ معلومة يكون بعضهم فوق بعض بعضهم أقوى من بعض بعضهم أكبر من بعض طيب بعضهم أشد السمية من بعض طيب كان أكبر منك أكبر مني طيب ماذا كنت استوى ماذا كنت تصنع أنت هاي؟ ماذا كنت تصنع أنت؟ أش كنت تعرف عن الحمار؟ شكرا لك على الحمار. كلش. البردع. 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 دق على أبوه طيح عصا. أي كلش.
طيب الحمار مضبره مضبره فوق وحط فوق الشواري الشواري صافي نبدا على الشواري والحمار صافي بحال الحمار ها وفعلا جعله كالحمار جعله كالحمار ابغالي الله الخير هذا السيد هذا ايه والله الا بغالي الله الخير كيف يعني تتزوج بهذيك المراه تجاب علي الله الحمد لله وربي يفكو الحمد لله وربي اللي وربي يفكو الحمد لله كانت لي ساروت الحمد لله وشافك في اليوتيوب وجاي جاي قال والو هاد السيد غادي يتعاون معاه الحمد لله الحمد لله هادشي اللي عطا الله قد يكون الرزق مال زوجه صالحه طاعه عباده وابناء صالحين انت لا تعلم الرزق اسم عام ليس مال فقط دار الخير تاعي ورزقته لي بالشر ولكن ربي بغا يفكو راه هذا عانيتو 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 نعم عانيتو مسكين عانية هذاك السيد الحمد لله السيد طيب عانية مسكين غادي ما ليه قال كلمات من قلبو كيسحبو كل شيء صحيح اي نعم وكيتعامل مع الطيبوبة ديالو داك الشيء ولكن بنادم ما طيب. ما صافيش السحر وكب ماذا صنع؟ بالحمار الشريف بالحمار الحمار ايوا قلت لك شوف البرد على اللي كان هزا ذاك راه هزات انا هاي دوره ديال الحمار هو دايرين لي على حنقومو ولا راه دايرينها لي على ظهري جنان الجيل الاول جعلوا له الجلد على وجهه والجيل الاخر على ظهره لحتى يكون هذا الانسان وجهه وظهره كالحمار جني موكل بالوجه يكون وجهه عند الناس عند الصوره كالحمار وجني آخر على جلده على ظهره جلد الحمار فيكون على ظهره كدائم يحمل الأثقال كالحمار صح ولا لا؟ الحمار دروك أش كيديروا ليه؟ إلا بغا يهزوا عليه تيحلفوه نعم ويعطيوه كمثل الحمار يحمل أسفارا أش كيخليه سير يحمل يحمل ويحمل فقط لا يعي لا يفهم لا يعقل لا شيء ضرب الله به مثل بني إسرائيل هاي نعم صلى الله العفو أطيع الله كيم نعم ايه والله الله العفو والعافيه اسلم لله عز وجل كما اسلم صاحبك وكن مع المسلمين انا بغيت نخرج بحالاتي انا بغيت يلا هيا انا ما عجبنيش هاد الحاله انا انا ما عجبنيش هاد الحاله هذا ما حال ما والو حمار شنو ولقد كرمنا ان اكرمكم عند الله اتقاكم صح فاذا اردت ان يكرمك الله عز وجل فعليك بالاسلام والايمان عليك بالخير ان شاء الله يا هيا الى الله عز وجل عهد الله ألا تؤذيه إن شاء الله عهد الله قد أوذي كثيرا صح ضاع ماله وخير وبيته تمرت تمرت يعني كلمة قوية يعني تعذب كثيرا تمرت تمحن يلا هيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وعاهد الله وعاهد الله ألا أظلمه ألا أظلمه وعاهد الله وعاهد الله ألا أذيه ألا أذيه ألا أنحق ماله ألا أنحق ماله ألا أذي زوجي ألا أذي زوجي طاعة لله طاعة لله وطاعة لله وعاهد الله وعاهد الله أن أخرج منه أن أخرج منه طاعة لله طاعة لله وطاعة لرسوله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وعاهد الله وعاهد الله ألا أرجع إليه ألا أرجع إليه الآن بإذن الله شيء هيا كما خرج صاحبك هيا بإذن حتى يصح هذا الرجل هيا بإذن الكريم سبحانه وتعالى خلاص هيا أعوذ أنا نساعدك إن شاء الله تعالى بإذن الله أعوذ يا هيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا والحمد لله الكافي الشافي الحمد لله رب العالمين الحمد لله على سلامتك الله يسلمك شنو حسيت؟ الله يرحمك حسيتي بالخروج من القدم؟ جعلوا بك البدعة والشواري والله يا خوتي جزاهم الله يعوضك الله الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين الله يرحم لك الوالدين خويا الله ينصرك الله ينصرك خويا الله ينصرك الله يرحم انا كي قلت لك اتصل بيا في اي حاجه انا بخرا صافي تسلم